تعبنا النايز اهو تيجي معي بالمرة نخلص من الشكليات تتقدم له وتقرأ مع الفتح. انت كل مرة تاخذي قرار وتفاجئيني بيه وعليا نفس. وده مضايقك؟ مش جي رغبتك؟ اخطبك النهاردة ونكتب الكتاب ونتجوز الاسبوع ده. قلتي ايه؟ موافق. قاعد مع المحامي جوه وكرشنا ريومي بعت لنا ليه مش فاهم. طب فهموني ايه الحكايه وايه دخل المحامي بالموضوع؟ فهميها ياما. اهلا وسهلا يا حضرت. اهلا. اتفضل اتفضل مستريح في الصالون اتفضل. انا ما قدرتش اقول لك قدام الجدع الغريب مصيبه وحطت على دماغ ابوكي. ليه كفله شر يا عمتي؟ البنت دي اللي انتصف نفخه واتجوزها المخفيه اللي اسمها توحه. توحه مالها؟ ما احنا خلصنا منها وراحت لحالها. خلصتوا منها ايه يا نظري؟ قال ايه انها كانت حامل لما اتطلقت وخلفت بعد الطلاق بسبع اشهر. اول حاجه عملتها يا باشا اني رحت السجل للمدني وتاكدت فعلا من تاريخ ميلاد الولد. لا رغبر ودي بالله ايده. وبعدين مين من اصل العلوب ان الولد يبقى ابني؟ يا متر شفيق انا طول عمري اعرف ان الولد لازم ابوه هو اللي يعيده. المساله دي سهله وبسيطه وما هياش عقده وبتتم كل يوم. وعموما دي نقطه ممكن تفيدنا قوي لو حبينا نخش في سكه المرازيه والقضايا. نخش يا اخويا ولي الاخر. ولا انت فاكر ايه؟ هل بات انا هقول ايه والواد ده ابني وانا ملزوم بيه؟ بس الحرمانيه يا حاج. حرمانيه؟ حرمانيه ايه يا راجل انت؟ ما هو انت لو انكرت نسب الولد وعملتها قضيه هيبقى فيها جرس وفضايح ثم واضح ان الولد فعلا ابنك يا باشا. ايه بتقول ده؟ واضح ان الولد يبقى ابني؟ ازاي جبت الكلام ده منين يا محامي الغبره يا جير انت؟ بالهداوه يا حاج بالهداوه. انا مش المحامي بتاعك وبس، انا صاحبك وعمر بحاله. وبيني وبينك القضيه مش مضمونه لان الولد شرعا وقانونا للفراش. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله يا راجل انت ده؟ ايه الولد للفراش وابنك ازاي؟ وبعدين اسمعني، هو الكلام ده لو كان بصدق وبحق وحقيقي كانت البت دي هتسكت؟ لا دي كان زمانها نطت على كتافي من يوميه، كانت عفقت في رقبتي. لها تفسير يا باشا. في رأيي إن البنت لما اكتشفت إنها حامل خافت تقولك ولادك يعملوا فيها حاجة أو يجبروها تنزل الجنين. أم استنت لما تولد، فلما ولدت استنت لما الولد يشد حيله وتدور لها على حد يحميها منك ومن ولادك. فلما اطمأنت راحت على المحامي اللي رفع لها الدعوة عشان تحطك قدام الأمر الواقع. ايوه يا شفيع يا فندي. الديسك الديسك الله يقطع الديسك. انا عايز اعرف بس ابني ازاي يعني وسيبك من حكاية الديسك والحاجات دي، هو ليه ممكن في السن المرازي اللي انا فيها دي؟ قدرة الراجل على الانجاب مالها السن يا باشا. انا اعرف رجالة كتير قوي خلفوا هم فوق الـ80. ايوه صح، واحنا السلسال بتاعنا كله كده والله مظبوط، ربنا قادر على كل شيء. وبعدين يا متر شفيق على رأي المثل يديني في العتائق. بس انا اللي بستغرب له، طيب الراجل اللي ما فيهاش سليم البدر دي ما هو كله دهن. ايوه صحيح، طب ما هو جاب سولو وهو متنيل على عينه. قال يعني انا كان عندي ديسك وهو كله متنيل على عينه؟ لا والله ممكن. سبحانك يا رب. تكلم الباشا في ايه بس دلوقتي يا حضرت؟ انت قلت لي اسمك ايه؟ حازم الطيار، حازم عبد المنعم. حازم عبد منعم. طيب يا متر شفيق، طب الظرف مش مناسب دلوقتي يا سي حازم يا عبد. انت على الله دلوقتي وهننفذ ان شاء الله اللي اتفقنا عليه. ان شاء الله زي ما اتفقنا. السلام. السلام عليكم. اهلا يا زهره هاني. اهلا بيك يا متر. على فين؟ لا لا سيبيه، اتكل انت على الله، اني هشرح لك كل حاجه. اتفقت مع المحامي على ايه يا ابا؟ الولد
للفراش يا زاهر. معناته ايه الكلام ده؟ يعني انت اقتنعت ان الولد ده يبقى ابنك يا حاج؟ انت اتخملت يا سليمان ولا ايه؟ ايه؟ بتقول ايه يا وصيفة؟ هاني انخبلت؟ اتخبلت؟ دارت الايام ولف الزمن وجات الساعة اللي تشتميني فيها يا بنت المرزوقي. ولا انسى، روح هات المخزون دلوقتي حالا. عمتي ما تقصدش يا بابا حاجة. لا يمكن، هطلعها يعني هطلعها. كده يا سليمان؟ وانا عليك تطلعها على لسانك؟ وانا اللي خايفة عليك؟ خايفة الناس يتقوزوا عليك ويتريقوا على شبتك؟ شبتي؟ يا كانت شبتي دي يا وصيف؟ لو انتك منك بقيتي ارض بور، فاكرة انني مقدرش اخلف؟ لا، فوق روحك، داني من سلسال كل رجالته بيخلفوا هم في اراذل العمر. طب اني جدي عبد المجيد بيك غانم خلف ابويا عبد التواب غانم وهو ابن 77 سنة. جدي كان وصل 77 سنة، مش عايزاني اني اخلف ليه؟ ثم سيبك يا وليه من حكاية الخلفة دي، افرضي يعني، وده الاقرب للصح، ان الولد ده طلع ابني بحق وحقيقة، يبقى ايه قولك بقى؟ وايه موقف انا قدام ربنا لما انكر الواد ده واتبرى منه؟ ايامها سليمان باشا قال لنا اصرفوا نظر عن الدفعه دي وما تطلبوش ناضج هانم بيها وما تقدموش الشيك البنك. بس دي دفعه كبيره قوي يا جميل افندي. 225,000 يا هانم، وعامله لنا مشكله في تقفيل حسابات السنه، خصوصا وان سليمان باشا ما كانش كاتب لنا ورقه تنازل رسميه بيهم، ومش عارفين نعمل ايه. نعمل اللي لازم يتعامل، نجيبهم منين يا هانم؟ وعلى ما سمعنا ان الست نازك بقت بره المستشفى. هو مين اللي كان ماضي معانا العقد؟ الدكتور مازن بصفته شريك، انما الشيك مسحوب على الست نازك. شوف يا جميله فندي، احنا مالناش صالح بالست نازك، والشيك اللي باسمها ده كاننا ما شفناهوش، لان اللي ماضي العقد معانا مازن. فهمت حضرتك، يعني حضرتك تقصدي ان احنا نطالب المستشفى. بالظبط كده. بس في عقده. عقده ايه؟ احنا سلمناهم جميع مباني المستشفى، وبكده المفروض ان احنا خدنا كل فلوس. انت تشوف محامي الشركه يفنن اي حاجه يحل بيها المشكله دي. فلوسنا لازم ترجع، دول مش 225,000 مليم، دول 225,000 جنيه. حاضر يا هاني، تحت امري. اي خدمه تانيه؟ متشكره، مع السلامه. انت اوعى يا اختي سبيني يا حاج. اسم ايه اللي هتاخدهولي؟ اوعى يا اخويا كمان. مش معقول، مش معقول كده يا حاج. زاهر في ايه؟ والله عال يا فاطمه، بالك مكتب وديوان وموظفين يحشوني. معلش، روح انت يا سحر. تحت امرك يا فندم. جرايه يا زاهر، احنا مش متفقين انك ما تجيليش الشركه دي خالص. بكفاكي بقى يا فاطمه، ما تزوديهاش. شوف يا زاهر، انا مش هعيد وازيد في حكايه ابو زيد، وهي كلمه انا قلتها، انا مش هرجع لك الا في حاله من اتنين، يا اما جوز عمتي يطلبها مني وبلسانه وبرضاه، يا اما بعد ما يسيبنا بعد عمر طويل. انا مش جايلك في ده خالص. في مصيبه جديده هتطربق على نفوخنا كلنا. مصيبه ايه يا راجل؟ المخفيه اللي اتجوزها ابويا وطلقها بعد ما فات ده كله، وافتكرنا انها ريحتنا وغارت في 60 داهيه، جايه دلوقتي تقول انها مخلفه ولد منه. مخلفه منه يا مصيبتي؟ خش في الموضوع يا متر، انا ما عنديش وقت. عايزه كام يا فتحيه؟ بقول لك ايه يا سي الاستاذ، المره اللي فاتت ضحكتوا عليا وخوفتوني، وبسلامتك سجلت لي وخليت الراجل يطلقني ويرميني في الشارع. المره دي بقى يا حبيبي سوري، ما عادش ينفع. انا واحده صاحبه حق، حق ابني، ومش هضيعه ولو على رقبتي. استني 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 يا فتحيه، نتفاهم نتفاهم يا فتحيه. انا اسمي الست فتحيه يا فندم، انا ام الواد اللي ابوه مشغلك. ماشي يا ست فتحيه، بس التفاهم يبقى بالراحه. انت رافعه قضيه نفقه، والباشا مش عايز يخش محاكم، عايز يتفاهم بالحسن، والنفقه اللي هتطلبيها بلسانك هيدفعها لك بس من غير محاكم. النبي ايه قديمه، روح قول له طه بتقول لك سوري، نفقه ابنها تاخدها بالمحكمه، ان شاء الله تحكم لها ب10 جنيه في الشهر. ولما انت مش ناويه تتفاهمي بالحزن جيتي ليه؟ عشان لسانك دلدل في التلفون.
قلت اجي اشوف ميتكوا ايه. ولقيتيها ايه؟ ميه وحشه الدلعادي ما تتشربش، يا دوب اغسل بيها رجلي. طب ايه الميه اللي تقدري تشربيها وترويكي يا ست فتحيه؟ اقول لك وما تزعلش. قولي. الباشا المكحكح بتاعك يردني بمهر 50,000 جنيه ويشتري لي فيلا اسكن فيها انا وابني ويعيد القسمه من تاني. قسمه ايه؟ مش فارق اللي حلته على اولاده؟ يعيد القسمه عشان طارق اخر العنقود. ده انت راسيه على كل الاخبار بقى. حق ابني قد العادي. طيب افرضي الباشا راح المحكمه وقال ان الواد مش ابني وانكر نسبه. خليه يعملها وحياتك انت لمره غسمه في التراب، وفي الاخر المحكمه هتحكم لي. باي باي يا متر الا. متر الا يا صبري تعالى لي بسرعه. يا بنت احنا مش قد الناس دول. بطلي عبط وبكره تشوفي. لما كنت تاخد من سليمان غانم ده حبابي عنيه ما بقاش انا فتحيه. طب مش كده التفاهم والتراضي احسن؟ عشان ايه؟ قرشين يدفع عمري كل اول شهر زي حسنه او صدقه؟ فشل. انا اثبت حقي الاول بالمحكمه وبعدين عايزين يتفاهموا اتفاهم واخد كل اللي انا عايزاه. ده لو بيعيط انت ما عملتلوش الرضعه؟ لسه مديله الرضعه من نص ساعه. تلاقيه بقى نفسه عايز يغير. طب ما تروحي تغيريله. يوه انا عارفه انا كمالي مال الهم ده كله. هو مش المفروض ان انت امه؟ ايوه امه وسليمان غانم ابوه رسمي وبورق الحكومه. البنت ماليه ايدها قوي يا زهره هانم وبتتكلم بثقه، ومع ذلك انا مش مرتاح. انا كلفت شاب من انشط الشبان اللي بيشتغلوا معايا يقلب كل طوبه وكل حجر ورا الموضوع ده. مهمتك انت بقى انك تهدي الباشا وتخليه يصبر شويه لغايه لما نعرف الحقيقه. نعم اصله فرح قوي انه طلع له ولد في السن ده، وفرحته دي ممكن تخليه يتصرف من ورانا. فاهمه طبعا. فاهمه يا استاذ شفيق. هحاول على قد ما اقدر. متشكره قوي. مع السلامه. خلصت تصوير موضوع الصفحه؟ تقريبا يعني. دقيقتين بالظبط واكون جاهز. طب انا لازم انزل دلوقتي. عندي ميعاد مع الملحق الثقافي الفرنسي. هرجع تقريبا على الساعه 3 كده. لما تخلص الموضوع تبعته على طول زي ما اتفقنا. ماشي يا فندم. اتفضلي انت. حازم. اهلا يا حازم. اهلا يا زهر. ده انا دخت عليك تدوير فجاه بصيت ما لقيتكش. لقيت نفسي واحد ملوش لازمه في وسط ناس مشغولين عنه بمشكله. طب استاذ يا فندم اروح ابعت الموضوع. اوكي يا صاحبي اتفضل. طبعا اذنك. كنت خارج؟ اه عندي ميعاد في سفاره فرنسا، بس مش مشكله انا اقدر اتاخر شويه. انا جالي استدعى اسافر لبهرام اسف في جنيف فورا، ومش عارف حبيب قد ايه يا زهر. تروح وترجع بالسلامه يا حازم، وان شاء الله لما ترجع تكون المشكله اللي اتفجرت النهارده دي هديت وتقدر تتكلم مع بعض. دلوقتي احنا هننزل مع بعض ونتجوز وتسافر معايا يا جنيف. ايه اللي بتقوله ده يا حازم؟ نتجوز ازاي دلوقتي؟ بقول اللي سمعتيه، ولو رفضتي. طب ممكن تأجل انذارك ده شويه لحد ما ارد على التليفون. الو صباح علي. ايوه يا علي خير. ايوه يا علي، بس انا عندي مشوار دلوقتي حالا. ازاي بس يا علي؟ اختار يا زهر اختار. هتنزلي معايا ولا هتروحي للاستاذ علي؟ حازم انا اسف. الحق ميعادك في جنيف. معاك يا علي انا جايه لك. اتفضل. اتفضل يا ست هاني. قاعد بيه مستنيك. اهلا
متأكد إنك مش هتغزليني. أمال شيرين فين؟ شيرين راحت الجورنال ومش هترجع قبل الساعة 5. مفيش حد غيرك هنا؟ باباك أو طنط نورهان؟ أنا والشغالين بس. طنط نورهان وبابا رجعوا اسكندرية. اتفضلي. شفتي؟ بقيت حديث مصر كلها. كل الجرائد مليانة كلام عن علي البدري. المفسد المتهرب من الضرايب كان بيزور ويرشي. اللي كان كل همه يجمع ملايين ويحطها في البنك. دي صورة النهاردة يا زهرة. اتفضلي. صورة ما تشرفش. مصير غامض متعلق بخمسة من أشهر المحامين في مصر. توقف على الحكم اللي هيصدروه مجموعة من المستشارين في محكمتين. محكمة الجنايات ومحكمة القيم. يعني ممكن المصير ده ينتهي لسنين طويلة في السجن. أنا متأكدة إنك هتاخد براءة يا علي. وإنك هتخرج من المحنة دي. حتى لو برأوني مش هخرج من المحنة. يعني لو فرقت مشوار الجنايات محكمة القيم مش هتسيبني. خلاص حطوا ايديهم على كل حاجة. حتى العربية ما سابوهاش. إني لتاني مرة في عمر السعيد أشوف أحلامي بتنهار قدام عينيا. صحيح الأحلام المرة دي تفرق عن أحلام زمان. نتيجة واحدة. علي أنت محتاج دلوقتي أكتر من أي وقت تاني لثقتك في نفسك وصلابتك. محتاج أكتر للي يقف جنبي يحط إيده ورا ظهري ويسندني. أنا ماليش أصدقاء يا زهرة. حتى اللي بيحبوني مهماش أصدقائي. بابا وماما أنيسة وشيرين حتى عادل رغم الخلافات اللي بيننا لكن أنا متأكد إنه بيحبني. لكن كل دول مش أصدقائي لأنهم مش فاهميني. الصديق لازم يفهمك عشان يقدر يقف جنبك. اتنين بس كانوا هما كل أصدقائي. ماجي السماحي كان، لكن دلوقتي ما اقدرش اقول له انا محتاجك. ومين التاني يا علي؟ انت يا زهرة. حبنا ما كانش مجرد حب، لا كان جواه صداقة كبيرة. عشان كده فضل جوايا وجواك لغاية دلوقتي. مش ممكن يا علي. احنا لسه بنحب بعض. دي حقيقة ما نقدرش ننكرها. أنا محتاج لك دلوقتي يا زهرة. علي شيرين بتحبك وتقدر تقف جنبك أكتر مني. شيرين هتقف جنبي بإحساس المسؤولية والواجب لأنها مراتي ولكن صديقتي. أنت الوحيدة اللي كنت فاهماني وحفظاني. تاريخي جواك يا زهرة. أنا ما قدرتش أتحمل مسؤولية حبك زمان يا علي وتخليت عنك. وجه الوقت عشان تعوضيني. وليه لأ؟ يا مدام زهرة أسفة إني جيت بدري عن ميعادي علي، بس بيقولوا إن الصدفة خير من ألف ميعاد. شيرين أنا جيت وفاكرة إنك موجودة هنا. أنا لو أعرف قبل ما أجي إنك مش هنا ما كنتش جيت أساسا. أرجوك تفهمي الموقف على حقيقته. أنا مش محتاجة منك إنك تفسري لي أي حاجة. الأستاذ مفروض هو اللي يفسر لي. شيرين أنا هبقى أفصل لك كل حاجة على حقيقته بعدين. عن إذنكم. لحظة من فضلك يا مدام زهرة. أنا من شوية قلت إن الصدفة خير من ألف ميعاد وما كنتش بتريق. فعلاً الموقف ده يمكن يكون لصالحنا إحنا التلاتة. عشان نقدر نحسن موقفنا للأبد. بدل الدايرة السخيفة اللي عمالين نلف فيها حوالين بعض. علي أنا خيرتك بيني وبين مدام زهرة. ومتهيألي تصرفك النهاردة دل على اختيارك وقرارك. شيرين ارجوك يا شيرين ارجوك اديني فرصه اكلمك واوضح لك حاجات هتفرق معاكي كتير قوي. مهما قلت يا مدام زهره خلاص برضه مش هيفرق معايا. خلاص احنا انتهينا. شيرين اسمعيني انا بقى. انتهينا يا علي.
أرجوكي ما تحاوليش الموقف. أنت هنا بالعربي الفصيح، بالإنجليزي اتس أوفر، بالفرنساوي سيفيني، ولو احتجت إن أنا أقولها لك بأي لغة تانية هطلعها من القاموس وأقولها لك. طلقني يا علي. أنت مصرة تجري الموقف؟ وهو كذلك. علي أرجوك اوعى يا علي، إياك تنطقها. وأنا بقول لك أهو، أنا مش هتجوزك يا علي، أنا هنزل دلوقتي حالا على المطار، هسافر مع حازم وهنتجوز في سويسرا. أيوة يا حازم أنا زهر. خلاص يا حازم أنا موافقة، مستعدة أتجوزك إن شاء الله النهاردة بعد ساعة لو حبيت. مش هتقدر تخرج تاني؟ يا ريتني كنت اخدت الفيزا، كنت اقدر اسافر معاك. طب اسمعي، عندي فكرة، هطلب بهرام في التليفون دلوقتي واحاول اجل سفري لبكرة، هقول له ان في شغل في المحرك مش هيخلص غير بكرة. استنيني هخرج لك. اوكي يا حازم انا مستنياك. زهرة غريبة، انت مسافرة؟ لا كنت بمنع واحد من السفر. مش فاهم. هفهمك كل حاجة. انا اتجوزت زي ما هتتجوزه، لسه موصل سهيلة دلوقتي، امبارح بالليل صممت ان احنا نتجوز قبل ما تسافر، وهي ساعة زمن واتجوزت. مبروك يا عادل. الله يبارك فيكي. الف مبروك يا عادل. مبروك ليكوا انتوا الاثنين. الله يبارك. يا واد يا عادل، انت يا واد يا عادل. عمتي رؤية، ازيك يا حبيبي، وازي اخوك وازي ابوك كده. وانت كمان وحشانه، ايه اخبارك؟ الحمد لله. معقوله يا عمتي تغيبي المده دي كلها في السعوديه وما تساليش لا على مصر ولا على اهلها؟ كنت عند اللي احسن منكم بقى. اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. بقول لك ايه يا واد، لما اذني بقى رجعت. ازيك يا عمتي؟ يا عين عمتك. ازيك يا بنتي يا زهره؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. الله يسلمك. مين ده يا زهر؟ ده حازم خطيبي يا عمتي، وهنتجوز النهارده. طب وعالي يا زهر؟ نقص عليكي؟ لا ما هو التاكسي مش جاي دلوقتي، انا معايا العربيه، تحبي اوصلك وتقعدي عندي في البيت كمان؟ لا انا هقعد عند انيس. العيال اتجننوا، الولد اتجوز والبنت بتقولي بالتليفون بتديني خبر. طب ولا كأن امهم. عيال اخر زمن يا ست هانم، قال على رأي المثل، قلبي على ودي الفطر وقلبي ولدي علي حجر. قول لها هات المأذون وتعالي نكتب الكتاب هنا، تقول لي خلاص كتبناه. شفت المصيبة؟ هي مصيبة بعقل، دي فضيحة وجرس. نسيت عملتها الأولانية وجوازها في السر زي الحرامية. يا فضيحتي، دي لو كانت بنتي كنت باركت على صدرها وخنقتها بإيديا دول. ما عادش إلا كده كمان، قال جواز في السر، قال دي قلة رباية ونقص أدب. اسفخس. انت بتقولي ايه يا وليه يا خرفانه يا ام لسان فلتان؟ انت بقول ان يعمل كده هو تبقى قليل الادب وناقص تربيه. انا ولادي ناقصين تربيه وادب؟ امشي لم هدومك وفارقلي حالك. خلاص قلبك ابيض. ايه قلتي ايه في الاوضه اللي في السطوح اللي قالك عليها عجايبي؟ هتاجريها للواد التلميذ ده؟ اهي فاضيه وملهاش لازمه، قولي له ياجرها بس بشرط زي ما اتفقنا، 50 جنيه. امشي افتح الباب. حاضر. بالراحة يا اللي بتضرب الجرس، بالراحة. يوه ومات مسموع كده ليه؟ حاسب عنك يا فندي رايح فين؟ اوعى يا ست انت. ازيك يا نازك؟ عاصم دلوقتي افتكرت انك ليك اخت، ما كنت تفضل لابد مطرح ما كنت. لو تعرفي المخاطرة اللي جازفت بيها عشان اجي واشوفك، كفاية اقولك ان الموت كان متربص لي في كل خطوة. في ايه يا عاصم؟ ايه الحكاية؟ هقولك يا نازك، بس الاول امرنا بفنجان قهوة. خدي يا انسه دول علشانك. استنى. والسجاده والسبحه دي كمان امسكي. كتر الف خيرك يا حاج. بس ليه يا اختي التعب ده؟ والله يا اختي ما انا محتاجه حاجه. يا وليه دي مباركه من روايح الرسول عليه الصلاه والسلام، مقبوله منك يا حاج. استنى امسكي الترمس ده، انا مليته لك ميه من زمزم
وجبت كمان للبت نهاية حاجات كويسة. اتجوزت البت دي يا اختي ولا لسه؟ لا لسه يا حاج. غلبانة والله. يلا المهم وانا جاية الواد عادل حكالي على كام حاجة كده مش كويسة. كده يا أنيسة تسيب ابنك علي تعمل فيه ده كله يا وحش؟ كله على ايدك يا حاج. غلبت معاه ولقي نشف من الكلام. مش انا بس، اخوه عادل وابوه سليم ونادي السماحي وجلال شهاب كلهم غلبوا يكلموه، مفيش فايدة. يا دي البخت يا رب. والواد توفيق راخر. توفيق ده خلي حكايته على جنب. حبيبي يا ابني ربنا يستر عليه ما يدلوش اعدام. يا ساتر يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. ربنا ان شاء الله هينجيه. بس يا غيت قلبي يا حاج. استغفر الله العظيم يا رب. ليه كده بس يا رب؟ مهم يا اختي بلاش انكد عليكي. انت عامله ايه؟ بيقولوا قال انك اتجوزتي في الحجاز. يا اختي انيسه انت كمان ده وقته. يعني الحمد لله. انت مين اللي قال لك بقى؟ الست يا اختي اللي في الحجاز كنت بعتلي معاها دواء السكر. على الست نبيله المدرسه. الحمد لله، يعني الحمد لله كده راجل عارف ربنا كده وتقي وصالح الحمد لله. وباين يا اختي مش شايلك كتير اللي انت جايباها دي انه مقتدر قوي. الحمد لله. هاي هو ربنا مديله من خيراته شيء وشويات يا انيسه. بس والله يا انيسه صدقي اللي في جيبه مش ليه، يتصدق وعارف ربنا وبيحسن الحمد لله. ما جاش معاكي ليه يا اختي؟ جاي ان شاء الله. بص بقى اما اقول لك، اصل هو ان شاء الله لما يجي هيفتح فروع للشركات بتاعته في مصر هنا، وهنقعد هنا في مصر على طول. ده بقى يعني يبقى مليونير بقى ولا كده؟ يعني الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني كله كويس الحمد لله. بقول لك يا انيسه، سليم عامل ايه؟ الواد قال لي انه تعبان يعني وقاعد في اسكندريه، عايزين نبقى نروح له كده نزوره. هو يا اختي انتوا ايه اللي جرالكم؟ مالكوا تفركشتوا كده؟ يا دنيا حصل فيها ايه؟ زهقت من الحبسه اللي حبسناها لي. سالت نفسي هفضل طول عمري كده؟ مش ممكن. والناس اللي بلغت عنهم دول البوليس ممسكهمش ليه؟ مش عارف. قال ايه؟ بيجمعوا خيوط وبيرسموا خطط في الوقت المناسب هيمسكوهم. المشكلة مش في دول يا ناظم، المشكلة في الناس اللي معرفهمش واللي أكيد بوهران بعتهم ورايا. لا أعرف لهم اسم ولا شكل. يبقى لازم تفضل مستخبي زي ما قالوا لك يا عاصم. مش قادر، مش قادر يا ناظم. قلت أخرج وأشوف الناس اللي أنا عاوز أشوفهم. بس ده خطر عليك، ممكن تلاقيهم مستنيينك في الأماكن اللي عارفين إنك ممكن تروحها. اديني عملت احتياطي على قد ما اقدر. ولعلمك يا نازك انا جيت لك من السطوح، دخلت تالت عماره في الشارع اللي وراك ونطيت من سطح لسطح لغايه ما جيت هنا. طب واخرتها يا عاصم؟ ما تخافيش، عمر الشقي باقي. كويس اني شفتك طمنت عليكي. ولو قصدي يعني لو ما جراليش حاجة هبقى اجي اشوف التاني. هتروح فين دلوقتي؟ في ناس تانيين عاوز اشوفهم. خدي بالك من نفسك يا نازك. انت اللي خد بالك من نفسك يا عاصم. انا مفيش خطر عليا. خطر الانسان على نفسه بيبقى اخطر من خطر غيره عليه. ست هاني، التلميذ اللي عايز يأجر السطوح ماله؟ عجايبي جايبه يقابلك عشان تقابليه وتشوفيه قبل ما يأجر له. وانا هشوفه ليه؟ هعمل له كشف هيئة. نهايته قول لهم يدخلوا. تعالى يا عجايبي. دستور عدم المؤاخذة يا ست هاني. مساء الخير يا هاني. انت اللي جاي تأجر شقة السطوح؟ أوضة السطوح يا ست هاني. عجايب قال لك على المطلوب؟ فهمته على كل حاجة يا ست هانم. وافق وجايب عفش وخلاجاته معاه تحت في مدخل العمارة. لكن قبل ما يطلعهم
قلت نيجي لحضرتك تطل عليه طلة، يمكن تسأليه في حاجة ولا تتوكدي من شخصيته. أنا اسمي شريف عبد الجواد السباعي، طالب في تانية طب. خلاص خلاص خلاص، خده على ضمانتك يا عجيب. أمر سيادتك يا ست هاني، باين عليه طيب وابن حلال. يبقى سلموا الأوضة. شكر قوي يا هاني. عشان ايه المناحة دي كلها؟ فيها ايه لما اكلمك بصراحة واجيلك دغري؟ الحاج عمران مات وابني بقى محتاج لي ومحتاج لامه. اللي يخلصك اعمله يا شاهين. وانت نازلة عياط وقلبها نكد بالشكل ده؟ امال عايزني اعمل ايه بس؟ اضحك وارقص وانا شايفاك بتحفى وتسوق طوب الارض على طليقتك عشان تردها؟ قلت لك الاسباب اللي عندي وانا ما حلتيش غير دموعي مستكترها عليا. امسحي وشك وشوفي مين. يلا مساء الخير يا ست شوقيه. مين؟ عاصم بيه. ازيك يا شاهين؟ يا اهلا وسهلا. ازيك؟ معقوله؟ انا مش مصدق. ليه يا شاهين؟ دي زياره متاخره. متاخره؟ ايه اللي متاخره يا استاذ؟ دي ما رضيتش على البال من اصله. الظاهر ان انا وصلت في وقت حرج. مالي الست شوقيه يا شاهين؟ لا ابدا مفيش حاجه يا استاذ، دي عدم المؤاخذه كانت بتخرط بصل ودمعت. بتداري على الاستاذ ليه يا شاهين؟ ده انتوا صحاب من عمر تاني، ما تقول له. ده اكيد بقى الراجل اللي ربى نبيل وحبه زي ما يكون ابنه سايب له جزء كبير من ثروته، ده غير اللي هتورثه الست بديعه. الفلوس ملهاش دعوه بالموضوع. امال ايه اللي ليه دعوه بالموضوع يا اسطى؟ مشاعر الابوه اللي صحيت جواك فجاه، ولا خوفك على الارمله الوحيده وابنها؟ مفيش لزوم لاسلوب التريقه ده يا استاذ عاصم. انا مش بتريق يا شاهين، انا بالذات اخر واحد يحق له انه يتريق. راسي مفتوحه زيك واكتر منك. بالعكس يمكن انت مبرراتك مفهومه، الولد ابنك والفلوس اللي سابها الحاج عمران كتيره. مساله ما فيهاش خيانه للقيم والمبادئ للدرجه اللي تخليني احاسبك. أما أنا بصبت تقيلة. سمعت وما صدقتش. ما صدقتش إيه؟ تحول المناضل المركزي القديم وانقلابه على مبادئه؟ أدي قلتها. طبعًا بتدن أنت وبقية الرفاق القدام. لما توصل لتجارة الموت والدم والخراب تبقى الإدانة أضعف الإيمان. أنا أدنت نفسي قبلكم، لكن أنتوا عملتوا إيه؟ إحنا زي ما إحنا. هي دي النكتة. انتوا زي ما انتوا الدنيا حواليكم بتتشقلب. جورباتشوف في موسكو، فالونسا في بولندا. السلسله بتتكسر وكل يوم هتقع منها حلقه، وانتوا زي ما انتوا. كنت عايزنا نتشقلب مع اللي بيتشقلبوا؟ ولا نتاجر في السلاح او المخدرات عشان نبقى بنتحرك ونتغير مع الدنيا اللي بتتغير؟ صدقني يا شاهين انا بحتقر نفسي. وبقولها اكتر من اي كلام ممكن هتقوله. بس انا انتهيت. هدفع حياتي بثمن. وهتكون بتفكر تعمل في نفسك حاجة. اللي عملته في نفسي عملته من زمان يا شهيد، من أيام ما صعدت في باريس. تعلمت الماركسية على قهاوي الشانزليزيه وأرصفة الحي اللاتيني، ورجعت أتواجه بيها وصدقت إن أنا فعلا مناضل ثوري. لما دخلت المعتقل أقنعت نفسي وأقنعت الناس إن أنا فعلا بدفع ضريبة النضال. لما الريح عكست اتجاهها عريتني من كل اللي لبسته، لقيت نفسي عاصم السلحدار الاصلي الحقيقي اللي ضيع ورثه على ترابيزات القمار، وجات له الفرصه من تاني عشان يرجع ابن اهله وابن طبقته، ومسك الفرصه دي بايديه واسنانه. لو كانت تمن يبيع نفسه للشيطان زي ما عمل فاوست. كنت انا فاوست والشيطان بغرام قاسم سادة. كويس انك فقت لنفسك ورجعت. ما ينفعش ما ينفعش. الصفقة ما فيهاش تراجع. الحكم صادر خلاص. حكم؟ حكم ايه يا استاذ؟ سيبك يا شاهين من كل اللي بقوله. دي هلوسة واحد ميت من الخوف، ميت من الندم. المهم انت يا شاهين، انت لازم تكون عادل.
ما تظلمش حد مهما كان قرارك في النهاية. لحظة يا أستاذ، الوداع شيء، وداع إيه؟ بعدين هتعرف كل حاجة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ صاهر جه سأل عليك إيه أربع مرات. وقلت له إيه؟ قلت له إنك في مشوار مع الست أنيسة. قال إنه هيفوت تاني المغرب وعايزك ضروري. مالك يا عباس؟ لا أبدا مفيش. مفيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن التليفون لو سمحتي؟ أوي يا فندم، اتفضل. ألو كمال، أنا عاصم، أنا بتكلم من الشارع، عايز أشوفك ضروري أنت ومصطفى، بعدين هبقول لك. المهم على ما أوصل لك يا ريت تكون كلمت مصطفى وجبته عندك في البيت. ماشي، مع السلامة. متشكر قوي أنت. العفو يا فندم. هي أنيسة هاني فين؟ في البيت. سيادتك عايزها في حاجة؟ لا أبدا، لو سمحت سلميلي عليها وقولي لها عاصمة الاستحضار يسلم عليك. الاسم ده سمعته قبل كده. مالك يا عباس؟ في ايه؟ مزمزين ناهد، معلش ضحكوا عليا وادوني حقنة. حقنة ايه؟ ومين دول اللي ضحكوا عليك؟ قالوا لي انها بتروق الدماغ وتنسي واحد هم، وانا كنت بفكر فيك كتير. اه بتفكر فيها ده ايه؟ انت عبيط يا عباس؟ اعملي معروف، اطلبي لي الاسعاف. ازاي تعمل كده يا استاذ عاصم؟ تهرب من الناس اللي بيحموك؟ معقوله دي؟ قلت لك زهقت يا كمال بيه، حبيت اشوف الناس، اختي لسطى شاهين وانتو. خلاص بقى يا كمال، جت سليمه. المهم انت يا استاذ عاصم ما تعملش كده تاني وتلتزم بتعليمات الامن. ده انا لسه امبارح كنت بسال عن تطورات الموضوع، قالوا لي انهم على وشك يقبضوا على الشبكه كلها. اتضح فعلا انها عصابه من المجرمين الماجورين. فرضاك كمال بيه، في واحد مصري قبل حضرتك بيقول ان عايزك في موضوع عاجل. فرضاه يا باشا. انت كويس انك فاكرني، انا جاي لك برساله عاجله من روما. روما؟ خصوص ايه؟ سيبيني انت يا انسه. هو ما انت باردون، الرساله اهي. مع تحيات بهرام اصف زاده.